بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم طريقة عمل لي أوت أو إطار لي أوت للمكتب الخاص بك أو المشاريع الخاصة بك، بحيث يتم استعماله دائما، وحيث يتم ضبطه مرة واحدة ثم نجده دائما متوفر. طبعا الطريقة سهلة جدا. مثلا عندنا هذا اللي أوت الموجود أمامنا، نريد أن نحفظه ونعمل منه ونافذة، بحيث نستطيع ضبط السكيل منها وعرض المشروع من أكثر من زاوية ومن أكثر مقاس في نفس الورقة. طبعا أول حاجة نأتي على هذا المشروع، نضغط هنا الزر الأسفل على كلمة Layout، ونضغط هنا على هذا المستطيل ونقوم بمسحه ديليت، ثم نقوم بعمل عرض متجانب للمشروعين بجانب بعض، بحيث ان يكونوا قريبا من نفس الحجم. نقوم بضغط بكليك براي بليفت كليك اند دراج، نقوم بالضغط والسحب، ونحاول أن نجعل اللاي اوت في أو الفورما في السنتر اللاي اوت قدر المستطاع، ثم نفلتها. طبعا هنا نقوم بإغلاق هذه النافذة، لم نعد بحاجة لها. نكبر هذه النافذة، نأتي على اللاي اوت اللي نحن فيه، نعمل رايت كليك ثم بيج سيت اب مانجر، ثم ناتي لللاي اوت ونعملها موديفاي. ناتي هنا طبعا باعتبار تستخدم، يا اما تم استخدام احد الطابعات المخزنه او نستخدم البي دي اف حتى نقوم بعرض اللاي اوت. هنا نختار خيار او نقوم بعملها نون، هنا نختار خيار لتر اللي هو الخيار الأول، ويكون السكيل واحد لواحد طبعا، ونعمل أوكي وكلوز. طبعا نقوم بعمل أمر فيري اللي هو فيو بورت، اللي هو باختصار في بورت اللي هو في بورد، وانتر. نقوم بعمل ساحة المكان المخصص لعمل كما قلنا أمر في بورد انتر، ونختار نيو في بورد، ثم نختار امر سنجل، ثلاث خطوات فقط، ثم اوكي. يطلع لنا المربع المكان الذي نريد عرض فيه المشروع، مثلا نختار من هنا الى هنا، يظهر لنا المشروع بداخل مباشرة بداخل. نستطيع طبعا نعمل له زوم او نحركه كما نريد داخل المشروع، او نختار من هنا من سكيل، مثلا نعمل سكيل واحد لاثنين، او مثلا سكيل واحد لستاش، او مثلا سكيل لو عجبني واحد لخمسة، مثلا واحد لخمسة نحاول نعمل سنتر، او خلي واحد لاربعة سكيل، مثلا واحد لاربعة، او مثلا واحد لثمانية لو كان مناسب حسب ما نرى نحن طبعا، او نعمل بالسكرول نعمل زوم. ولكن لو أردنا سكيل ثابت خليه واحد لخمسة مثلا، ونأتي هنا إلى علامة القفل في الأسفل ونعمل إغلاق في حالة أردنا، بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يحرك هذا المقاس، أو نرجع نفتح مثلا ونتحرك بهذه الطريقة. طبعا هذا في حالة أردنا عمل
اللي هو منفذ للرؤية واحد فقط. أما لو أردنا إضافة منفذ آخر مثلا في بورد، نعمل إنتر ونعمل سينجل، مثلا نعمل أوكي، نأتي هنا مثلا لو أردنا عرض جزء صغير مثلا، نعمل زوم على جزء صغير مثلا هذه الطاولة هنا مثلا، نستطيع أن نعمل هذا، ونستطيع أن نتحكم فيه أيضا في موضوع السكيل كما قلنا سابقا. طبعا هنا أصبح لدي لاي اوت بمكانين للعرض، استطيع ان اتحكم بكل مكان على حده. نعمل نقرة خارج، نعمل دبل كليك خارج المربع. الان اصبح عندي لاي اوت جاهز، استطيع استخدامه في جميع المشاريع المستقبلية. هذا اللي اوت استطيع مثلا ان ادخل هنا على موديل مثلا، وعمل هنا مثلا نيو، ثم ندخل الى هذا اللي اوت ونعمل له موف اور كوبي، نأتي هنا مثلا هنا. طبعا نستطيع أن نقوم بحفظ هذا الملف مثلا، نعمله save as بأي اسم على سطح المكتب مثلا، سموه layout ونعمل save، ثم نغلق هذا الملف. لو أردنا مثلا أن يكون نستخدمه في مشروع آخر، نقوم بعمل نيو، ثم ندخل على ديزاين، نقوم ندخل طبعا لاستيراد هذا اللي اوت لاي ملف اخر، نقوم بالذهاب الى فيو ثم ديزاين سنتر، طبعا نقوم بفتح الديزاين سنتر، نعمل اوبن، ندخل سطح المكتب ونبحث عن الملف، نقوم بعمل layout and open، يخرج لنا اللي هو الملف. نأتي مثلا للayout، نقوم بسحبها هنا، نقوم باختيار layout من هنا، نقوم بسحب layout 1 هنا، hold and drag، نجدها قد نزلت في هذا المكان. طبعا لحفظ هذا الملف نقوم بعمل ملف فارغ، نمسح الرسم الذي كان موجود هنا ونبقي على layout موجودة هكذا، نعمل save as، نعمل من هنا save as drawing template، ونقوم بتخزينها وإعطائها اسم، ثم من قائمة file right click option، قائمة file نقوم بتعديل template الخاص بالرسم، ونقوم بجلبه من المكان اللي خزننا فيه بحيث أن يفتح دائما مع الأوتوكاد بدون أي تدخل منا. نقوم بالضبط هذا مرة واحدة فقط، وشكرا جزيلا لكم، وأرجو عمل اشتراك في هذه القناة الجديدة ولدعمنا لتنزيل المزيد من الفوائد في الأوتوكاد والبرامج الهندسية الأخرى، وشكرا وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.